يتميز مركز مناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد في مشفى الرياد الدولي التخصصي بأنه مجهز بأحدث المناظير الخاصة بالجهاز الهضمي، حيث يتم إجراء جميع عمليات المناظير التشخيصية والعلاجية للجهاز الهضمي، وكذلك الحالات الطارئة على يد نخبة من الاستشاريين ذوي الكفاءة العالية في إجراء مناظير الجهاز الهضمي مع توافر أجهزة التعقيم الكاملة في المركز. نحن هنا في هذا المركز، في مركز المناظير في مشفى الرياد الدولي، حيث يجرى فيه عمليات عدة عن طريق المناظير. معنا دكتور عمر بنافع، استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، وعدة أيضا مناظير من ضمن المناظير التي تجرى في العمليات في هذا المركز. دكتور عمر، بداية مرحبا بك. دكتور عمر، الآن العملية ما الذي تعملها الآن في عبر المنظار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وشكرا لاستضافتكم في البرنامج الجميل هذا. بالنسبة لهذه الحالة، هي حالة عبارة عن مرض كبدي مزمن، طبعا هو عنده نزيف علوي يعني تقيع دم، وهو معروف حالته انه عنده من قبل امراض كبد، تليف الكبد، فيحتاج الى تدخل بالمناظير لاستكشاف اول شيء والتشخيص انه هل هي في هناك دوالي المري او لا، اذا كان هناك برضو دوالي للمعدة، وبعدها يتم استخدام الإجراء المناسب سواء من ربط للدوالي هذه أو حقن الدوالي حسب ما يحتاجه المريض. يعني. نعم، لكن قبل ذلك تعمل عملية فحوصات قبل يعني بدأ العمليات هيئة المريض. نعم، أول شيء تعمله طبعا أول شيء الفحص الطبيعي الكلينيكي الطبيعي، ثم فحص الدم اللي هو فحوصات الدم العادية والتخصصية، ومن ثم بعد أيضا نعمل له أشعة سواء أشعة تلفزيونية عشان نعرف مدى تليف الكبد في المريض. نعم، اليوم سيكون عن طريق الفم المنظار. طبعا كل المناظير طبعا هي تختلف، هناك مناظير نعم الباطنيه والانف. نعم الباطنيه والجراحه. الباطنيه هي عباره عن تدخل من الفتحات الرئيسيه للجسم، نعم. سواء من الفم او من فتحه الشرج، نعم. حسب الاحتياج يعني. نعم، تفضل دكتور. تفضل، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الان المريض يعني يحضر للتخدير بحيث انه يخدر بمنوم من قبل يعني اخصائي التخدير. اخصائي التخدير، نعم. الاستاذ صابر. يكون تخدير كامل اللي هو تقريبا منوم. نعم، تخدير كامل. نعم، ماده يسموها البروبوفول. وهو الان هذه الماده البيضاء. طبعا في هذه احنا هنا في المركز نجري كثير من الاجراءات في المناظير، منها المناظير التشخيصيه للمعده والمريء والاثنى عشر، ومنها وكذلك القولون، ومنها التداخلية أو اللي هي العلاجية، نعم. من ربط وحقن وأيضا استخراج أجسام غريبة، وكذلك يتم أخذ إذا هناك لحميات، إزالة اللحميات إذا كان هناك لحميات أو شيء. طبعا هو وكثير من المناظير الأخرى مثل مناظير القنوات الصفراء، هو اختصاص في البرارة وقنواتها العامة والقنوات الخاصة تبعها، حيث إذا كان هناك في أحجار أو أورام نستطيع هنا أن نعمل لها حلول كثيرة، منها استخراج الحصوات اللي هي تكون في القناة المرارية، وأيضا إذا كان في هناك أورام، انسداد أورام بسبب البنكرياس أو بسبب أورام موجودة داخل القناة الصفراوية، فنعمل دعامات هنا دواء سواء كانت بلاستيكية أو معدنية. طبعا هو المركز الوحيد اللي في عدن كامل يقام فيه هذه الأشياء، في عدن والمحافظات المجاورة. مجاورة، نعم. المركز الوحيد اللي يقام فيه هذه جميع هذه المناظير، نعم، بالذات التداخلات هذه، نعم. التخصصية. تخصصية. نعم. في عمليات معقدة كذلك عن طريق المنظار. اللي هي هذه اللي تكلمنا عليها قبل شوية، اللي هي القنوات الصفراوية. صفراوية. هذه طبعاً لا تقام، كانت لا تقامش في عدن قبل 3 سنوات، والآن الحمد لله بوجود هذا المركز استطعنا أن نقيمها في عدن والمحافظة المجاورة. نعم، ولكن تابعوا بعد ذلك حالة المريض أول بأول. نعم طبعاً، نعم. يعني يحضر المريض دائماً إلى قبلها ويفحص جيداً بعد أجراء العملية، وبعد العملية أيضاً كذلك يتابع إلى أن يخرج من المستشفى ويعود إلينا بعد 17 أيام، بعضها يحتاج إلى شهر للتأكد من حالة المريض. نعم، يتم الآن وضع الأكسجين. أيوة، يتم وضع الأكسجين حتى يحضر المريض تحضير كامل. ويعتبر هذا المركز من أهم الأقسام في المشفى، حيث تم تجهيزه بأحدث مناظير الجهاز الهضمي من شركة
أوليمبوس الرائدة في مجال مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والقنوات المرارية، وبعملية تخدير وبإشراف لكادر متخصص يخضع المريض لإجراء المنظار دون خوف بعد الآن. طبعا المنظار هو عبارة عن زي ما نشوف هنا وحدة التشغيلية، وهذه الشاشة التي سوف نشتغل عليها، وأيضا هذا المنظار الذي سوف يتم إدخاله في فم المريض. طبعا وهناك أيضا هناك سكشن اللي هو طبعا هنا في المنظار يكبر الصورة بشكل كبيرة حيث احنا نرى اي تقرحات او جروح او دوالي او شيء من هذا القبيل. نعم، الان يتم عملية الحقن. نعم، هذه حقن للمريض حتى ينام، حتى يدخل في التخدير. التخدير نعم. ونرى التبعوجات هذه، لاحظوا هذه التبعوجات عبارة عن الدوالي التي نتكلم عليها سابقا. نلاحظها واضحة موجودة. موجودة لاحظها. نعم نشاهد الآن. نعم واضحة. أيوة نعم. هذه عبارة عن الدوالي التي تنزف النزفية. وهذه بداية المعدة. المعدة هذه. نعم المعدة. المعدة. المعدة نفسها أيضا. نعم. هنا آخر المعدة هذه، هنا فتحة المعدة إلى 12. لاحظة فتحة صغيرة عادية، هذه 12. لاحظ 12 هذا الجزء الأول من 12. نعم. وهنا الجزء الثاني من 12. هنا قلبة المنظار نرى أجزاء المعدة كامل. ننظر هنا، هنا بعض هذا التمدد اللي عبارة عن دوالي للمعدة. وهذه قرحة المعدة متقرحة نشوف فوقها. نعم موجودة بين المادة البيضاء، هذه عبارة عن تقرح في المري اللي هي الدوالي المري. هذه تحتاج إلى حقن الآن، بس بنشوف نتأكد أنها هل هي شوف هذا لاحظنا منقطة بالدم، وهذا دليل على أنها يعني نزفية وقابلة للنزيف في أي لحظة. ناتجة عن ماذا دكتور هذه التقرحات؟ أي التقرحات ناتجة عن زيادة في ضغط الوريد البابي نتيجة تليف الكبد، يزيد ضغط الوريد البابي فيتحول إلى الأوردة البريء وفي المعدة. الذي نراه ماذا هو الآن؟ هذا عبارة عن مكان في وتمدد الوريد في بعض الأوردة اللي هي الدوالي، ونشي نرى أنه هل هي تحتاج إلى حقن إضافي لأنها قد حقنت من قبل. حاول نجيب المكان المناسب للوريد على أساس بحيث أنه يكون التحكم أسهل. حيث يرتبط قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي في تقديم الخدمة التشخيصية وعلاج مجموعة كاملة من أمراض الكبد المزمن طويلة الأجل، إضافة إلى تلقي العلاجات الأكثر فعالية، حيث تعمل مناظير المعدة والمرئ والقولون على تشخيص أورام قرحة المعدة والإثنى عشر، وكذلك تشخيص أورام الجهاز الهضمي المختلفة. كما أن هناك المناظير العلاجية لوقف نزيف الجهاز الهضمي عن طريق حقن وربط دوالي المرء
ومنظار القنوات المرارية، وتعمل على أخذ عينات من القولون أو أي عينة شرجية. هذه المنطقة تحتاج إلى حقن. طبعا العملية طويلة، تحتاج إلى دقة ورعاية خفيفة. كم تستغرق؟ والله على حسب، كل بعض الأحيان تستغرق من 20 إلى نص ساعة إلى 45 دقيقة. نعم. حسب الـ نعم، باعتبارها أنها بقف المعدة. نعم. وسهولتها بعض الأحيان تكون في أماكن معقدة، بعض الأحيان تكون في أماكن سهلة، حسب المكان. نلاحظ أن المعدة تكون هنا، يعني نحن نسميها بالموزايك باتر، يعني تشبه السيراميك او لاحظي هنا. نعم، هذا هو وقف المعده. ايوه نعم، ارتفاع اريد ضغط الوريد البورتال هايبرتنشن يسموها، اللي هي الوريد البابي، ضغط الوريد البابي بسبب ارتفاعه يكون يمثل في المعده زي الاحتقان. وهذا دائما تحصل مع الناس اللي عندهم تليف في الكبد، تحتاجوا الى بعض الادويه حتى نحاول تقليل الضغط. جراحة المناظير هي مطورة، أصبحت الآن عالميا. نعم. نعم، تريح للمريض أولا. نعم، لأنه أولا تدخل من أماكن طبيعية. أه. وهذه ميزة، بدل ما في شقوق أو بروح أو شيء. والشيء الثاني أنها سهلة، وتروح في نفس اليوم أو ثاني يوم، وتدخل لأماكن لا يستطيع الجراحة العامة يدخلها. سيتم طبعا الحقن بالمادة غروية. أه. عبارة عن مادة غروية على أساس نسد مكان التودد، التوسع في الأوردة، وهذه المادة تتبلور وتعمل باللورة وتجعل من الوريد يعني قاسي شوي، بحيث انه لا يتم نزيفه مرة أخرى النزيف يتحكموا فيه. نعم، بهذا المكان، في هذا المكان أخطر مكان هو هذا المكان. أنا حاول نشوف المكان المناسب عشان إيش، لأن الحقن إذا عبارة عن إبرة. إذا حقرنا وما كناش منتبهين يمكن نجرح المريض وينزف نزيف شديد وما نقدرش نشوف اي حاجه بعد كده. لابد يكون التدخل في الوقت المناسب. هذه الابره، راح نلاحظ الابره هذه. صحيح. هذه الابره دي سكلوروثيرابي نيدل، هذه اللي خرجيها، هذه هي التي سيتم من عمل حقن فيها. نعم نعم ان شاء الله. هذه اللي دائما تنزف وتعمل النزيف. تم الحقن الان. لا تمام. ماده غرويه. نعم. ترون إن شاء الله بإذن الله بعد شوية كيف تتغير. لاحظ هنا مكان الحقن. لاحظ مكان الحقن في المادة الغروية. تمام، هذا جزء منها. لاحظ النيدل هنا. لا تفتحي في النيدل أول، هذا رفوف. لما يكون ناشف أو صلب هنا معناته أن الحقن تم بشكل كبير. هنا صلب، لاحظنا. لاحظ، لكن هنا الجنب الثاني غير صلب، فهذا يحتاج معناته الى حقن ايضا. تم الحقن مره اخرى، حقنه اخرى. تمام، تم الحقن. ايوه بسم الله، جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمت الحقن الان. تم الحقن الحمد لله. مش هل في نزيف ولا لا؟ نتأكد فين النزيف، نقطة النزيف أو شو؟ تمام؟ هذا معلقة في هنا. هذا محل. نعم، في تأكد من أين تظهر لك نقطة على أساس الضغطة. أيوه، إيش النقطة اللي هي؟ على أساس حقنها مرة أخرى أو نتعامل معها بطريقة. هنا دحين تقريبا ما فيش الا بقايا النزيف الاول. ها؟
عن اي مي مثل اي ماي مثل الدم في القلب الاحمر يبين هذا مكان الدم هو ليس الدم هذا ماء نعم ماء هذا الماء وكان دم كان غطى الشاشه كامله هذا الماء الان منطقه نظيفه الان منطقه نظيفه نعم هذا الماء الفتن لاحظ انها نظيفه طبعا المناظر شويه مناظر لكن حتى القولون وايا كان عن طريق المناظر نعم الامراض المصاحبه للمرئ والقولون القولون طبعا احنا يحتاج من مدخل اخر هو من تحت فتحه الشاي يكون هناك المناظر يعني كلا على حسب نوعيه المرض ايوه على حسب نوعيه المنطقه صحيح تنتأكد أنا ما أخرجش من عن المريض إلا وقد تأكدنا أنه كل شيء تمام هذا أنه لا يتسبب عينين في طبعا إن شاء الله في حالات أخرى تشخيصية بسيطة لابد ان شاء الله تروها على اساس برضه ما يكونش من نوع واحد بس تشوفوا اشياء تقريبا المرحله النهائيه بس انا اصفيه عشان زي ايش؟ اتاكد انه ما فيش اي نزيف واعتقد انه يحتاج الى جلسه اخرى بحيث انه نتاكد انه اموره طيبه ان شاء الله فنضبط له نعم اذا في الختام نشكرك دكتور عمر بنافع على يعني إجراءك لهذه العملية الآن عن طريق المناظير لعملية أجريت للمريض بالفعل العملية يعني متميزة حقيقة من قبل كفاءات متميزة وكادر طبي يتميز من لهذا المشفى العريق الرائد مشفى الريادة الدولي شكرا جزيلا لك دكتور شكرا لكم على الاستضافة ويشمل مركز مناظير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد على مناظير الجهاز الهضمي مناظير القولون مناظير القنوات المرارية بالإضافة إلى عمل الإجراءات التالية أخذ العينات من الكبد علاج خراج الكبد وأكياس الكبد الناتجة عن الديدان بدون جراحة علاج بعض حالات أورام الكبد بالحقن